أمورك مخلطين على ولاد، فيهم فاتورات وقت البنكة وكونتراتوات، فما أشياء مستعجلة ما تستناش، خلاصات الخدمة، تصليح الماتريال والفاتورات وأوراق أخرى، شوفهم في عقلك باش تفهم دولة بالخدمة. أنا ماني فاهم شيء، إيش باش نقرا إيش باش نخلص؟ تي أنا مازلت ما ورثتش. ما تخافش، جدك يرحمه وخلي الكاسة لأمك، تنجم تكفيك شهرين ولا ثلاثة بين ما تورث. تفضل. شنو هذا؟ خلاص الخدام، كل واحد تلقى اسمه على جواب. بيه خلاص ما تسعفني. من فضلك للي نجم نعمله معاك عملته بالجد، من الصباح لليل ما نجمش ناخذ بوقتك في كل شيء. بيه سي عثمان، بارك الله فيك على اللي تعمل فيه. يا سيح الأمور ما يزماش تتفرد، جدك يرحمه كان ما يفوتوا شيء، خدام والناس اللي تتعامل معاهم ما يزمهمش ياخذوا، ولا كل واحد يولي يعمل ورد راسه، فهمت؟ باهي، علاش ما نوكلوش محامي؟ محامي علاه؟ ولا محاسبة الهاب ال من توا بديت تسلم في أمورك وتلوح في فلوسك. تيش خديت أنا باش نلوحوا؟ أيامات قليلة وتولي تتصرف يا ملاك كبير. هذاك علاش يلزمني ندخل شكون باش يعاوني؟ نحن طالبينك توا باش تمشي تخلص الخدام اللي يستنوا فيك برا وترجع، هكا هو، خليني نرجع فيك هنا، يلا. سمعتيه؟ راسو كاسح، ربي يهديه. سي عثمان، يعيش خويا، وسع بالك معاه، مازال أموره ما يفهمهاش، والأولى والأخرى، وانت زيدو عملتلو كي البهدلة. يا امرأة حتى انتي، لك مخه ومهجته في دنيا أخرى، الفلاحة هذه مش وراي مهب. حيفا سي الخير، انتي وينك يا راجل؟ نهار كامل ما رايتكش. هاني كرمك الله خارج مرة أخرى وقعد فيها أشتع وحدك. تحيفا كان مازلت تقرا في الأوراد متاعك، ادعي لي دعاية خير تربح فيا ثويا. هكا يا مدانة ما كنت مسلمة في شيء حتى من دعات حتى غضيت ماي كرمك الله. لا يجعلك باش دعيت، نسني لعام الجي. طب انت يزي يزي باقي وانت تبركي. بشوية عليا، هذاك اللي نعرف. تحبوا تلصقوا لي الكوجينة في راسي؟ يا أخي شكون؟ ما هو الراجل باش ما يهربش عليك الطباخ ولا المرأة أخرى. مالي لا. يا ماما الناس ايش حوالي حمد؟ لا لاباس، حطيت له نكيته خلفي من غيبته بقدره ربي لا سوى لا سوي. واه خل اي خل شبيه، انا في كنت نحكم في هالدار الصغير اللي يمرض نغرقه بالزيت والخل، اما توا حتى الزيت ولا يسيقها. انت وحكي اليوم تحبي تعملي شنايش؟ وحكي شبيكم فقمتوا فيا لله، انا عملت له الخل واللي ما يحبش الخل يشرب. ادخل. عيط لي تتا. اي ادخل يا. اقعد. قل لي الياس، كان نمشي انا وسي شادي لايطاليا، نجم تهنى بيك هونيا؟ بيان سيغ تهنى تتا. نجم تقعد جمعة ولا حتى شهر. ليه واش مقعدني شهر ما نفوتش ثلاثة ولا ربع ايام. انت تو فهمت الخدمة كيفاش ماشية. ايه فايزة فهمتني مليح. قال الراجل ستان جو دونفون. فايزة اش تفهم منه هذيك؟ هي ان شاء الله تقد خدمتها، عملت لي روحها تتحاور قدامي وزعما زعما تتناظر في البنات، انا نعطي باللفتة وهي تقعد تحكي معاه. باهي اللي قلت لي تتا هكاك طولوني رقبة. شوف هوني كل شيء منظم، الدخول والخروج في وقت مضبوط. اكو عندهم كوارت يحطوهم في المونديال، انت بركة ترد لي بيك لقيت مرخى ماك تعرف دقيقة بحسابها. وتكربيه معناها خسرت فلوس والناس يبداو يستنوا في سلعتهم. تتا جاتني مقبليك نعيمه لاغوس وانا قاعد نخدم انا فايزه وقالت لي تحب تخرج. اي جات وخرجت وقالت خوها سيقو تكسرت ولا شنو؟ والحاجه تتا
لا بحاجة وجهية الحق هيدا ولا هي بخدمتها، أما شنو شوية قليبة حنين وبمسيمح، أما الدب وماشي كي المنقالة، وإذا كان فما حدا ضاعت ولا نقصت قطعة راه مش من هي من الأتولي. بارك الله عليك تاتا ما يفوتك شيء. بون اسمع ليس أنا خارجة توا باش نقابل شوية كليونات. شو هذوما الفاتورات تحبك تصورهم لي قبل ما يدخلوا الكونتابيليتي. وهذه الليستة نتاع الكليونات اللي نتعاملوا معاهم ودريستهم أعطيهم للطفلة دخلهم في الأورديناتور. نجم تهنى بيك وراسك تاتا تهنى. هذه شبيك قاعد البرج بيدخل بعض. انا قاعد نعس على هالمخليه حتى يرجع البياض بعد المغرب. بعد المغرب في ساعه اخرى تتلموا بيك فله وعنتر وبومسرانه. ما عندي من ارميهم حتى الفطور ما طيبتاش. منصور منصور او بدون حليب عسله انسانيه الشادي تبار وما دراك. قدوه من عند اخوك قمير ثم بعد فكرك بحويج. هاي شاي طيب قمير. نعيمة نعيمة الكحلة عندي شي قوت تزوزها. نعيمة عندك العطاب. عطاب ايزي عشر لا عشر دي لا لا سيدي شبيه محمد علي حد قتلي مريض علاش طلعوه؟ عنده شوية سهلة. شوية طفل يقلي وشنية ريحة الخل شكون حطوله في راسه؟ نانا باش تبرد له سخانة. شنية الحكاية سي شادي من وقتاش السخانة يطيحوها بالخل؟ من أول الدنيا الناس يحطوا الخل باش يطيحوا سخانة. ما مازلنا في أول الدنيا نداويو رعوانية. يا هاك جيت أنت اعملوا حل نتاع آخر الزمان. وعليش ما عملوليش تليفون؟ شنية شوها صغير؟ الولد عنده شوية سخانة إيش بيه؟ مسيكني سخف. يا سلوكا بقهر الأرواح الروحانية الكرام عليكم تسخروا إلى أفراد الأربعة بقدرتك وجلالك بهشش خطهوش هلوش كشكوش نيوش شحشوش شخنتهوش. آه يا معشر الأعوال الأربعة ميلوش شحطلوش كشكوش كيلبوش شقمنوش بعطلوش شلدقوش منها يا اخي مازلت هوني ويكم يا سيادي. اه نعم مرحبا بكم يا سيادي. اه نعم تفضلوا تفضلوا. ماذا تفعل يا بلها؟ هذا كني سقجي. هاني جيتك هاني جيتك صممستو. هذا الكل يدل على انك كنت تساوي في حاجه لهنا. اطلع بهم اطلع
كيفاش؟ اطلع بهم. اش كنت نساوي واش كنت نعمل كرمك الله؟ هو شنو مالي نطلع بهم؟ المفاتح. قد الصفاه خدم في مخك بلا ها؟ خدم في مخك معي انا؟ شنو هذايا قرشت قرشت ولا شت؟ بسم الله بسم الله. نجم ندخل؟ تفضل. راك قوش جاية بعد المغرب قريب. لا لا ما يسالش. نقعد هوني. تفضل. كلمت سيد أحمد في بيجا؟ كلمت سيد أحمد. إي. وهو اللي قال لي اتصل بيك. مسألة مستعجلة شوية وهذاك علي جيتك في غير وقت. سامحني يا. تفضل. ما تعرف ظروف العمل الصحفي وضغوط الخدمة متاع التلفزة. اليوم تلقى استوديو وغدا ما تلقاش. وزميلي المنتج كلفني باش نتصل بسيد أحمد وناخذ من عنده المعلومات اللازمة لإنتاج الحصة. يظهر لي ظروف أحمد صعيبة هالأيامات. ماك تعرف عزيزو ما عنده الجمعة ملي توفى. نعرف. بالمجد مش وقته. أما إحنا تشجعتنا موافقة سيد أحمد على مبدأ إنتاج حصة تلفزية على مجموعته الشعرية الجديدة. ونحمد ربي اللي سيد أحمد تفهم الموقف. هاو تحمس كبير شعر سيد أحمد. شعر سيد أحمد كان اكتشاف رائع بالنسبة لي أنا والبرشا من اللي نعرفه. وأنا فرحانة ياسر اللي أنا باش نقدمه للجمهور. وأكيد باش تحصلوا منه فايدة. فايدة أدبية بطبيعة الحال. وأنا شو مطلوب مني؟ سيد أحمد بعثني باش تسلفني نسخة المخطوطة متاع مجموعته اللي قاعدة تحت الطبع. النسخة اللي عندي أنا؟ بعثك باش تاخذ النسخة اللي عندي أنا؟ نعرف اللي هي ياسر عزيز عليك. ها ما تخافش. نعمل عليها نسخة ونرجعي لك غدوة. هو تنجم تعملوا تليفون توا؟ تليفون نهار كامل هو معطل. فاطمة. كما تحبش تعطيني نسخة ما يسالش. وسامحني كان قلقتك. لا لا دقيقة هاني طالعة نجيبها لك. وش بيك؟ رغدة جيت هاي كنوطة في السقيفة. يا مامي بتاع لها اللفحة هبي ليه بدي نهاية الهضر اللي ما نغباش فيها؟ وجه سيدي عبد القادر غداني ما شدت لها. عرفتك زوالية باش تحلس عليه. شلهوني يدي بريق. وملصي هواخي ولي شفتها في التلفزة عرفتها فكاكة الرجاجيل. اسمع اسكت لعبد الكلهم يسمعوك وما دخل لحد. مفيدة يا مفيدة اشكون دق الباب؟ ما ثم حد هاه كذب وذناي هنا. شنو هذي ما ثم حد؟ اذراوين تتلعبوا مشوا على ارواح.